بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يبين لنا نسبة الدهون، نسبة السكر في هذه دائما خطيرة اللوزين. ارفع صوتك. خطيرة اللوزين هنا عندك. أيوة. فيها 8 جرام سكر و15 جرام دهون. نعم. وهنا عندك بعد الكراسون اللي هو 7 ديز بالشوكولاتة. أيوة. فيه 10 جرام سكر و20 جرام دهون. كم حبة فيها؟ هذا الدهون، الدهون عندك 20 جرام اللي هي تساوي تقريبا 10 ملاعق زيت. طيب. فيها بعد عندك الشوكولاتة اللي هي ام اند امز. أيوة. صغار. فيها تقريبا 30 جرام سكر و15 جرام دهون. ايوه. لا سكر. هذا عفوا نشوف هذا البطاطس الليز. ايوه. ما في سكريات لكن فيه نسبة دهون، في 10 جرام دهون. ايوه. في الجلاكسي بعد. ايوه. عندك فيه تقريبا 25 جرام سكر و20 جرام دهون. اعطني هذا. هذا الشوكولاتة فيها 20 جرام سكر و15 جرام دهون. باونتي. هذا الباونتي عندك تقريبا كم فيه؟ فيه 25 جرام سكر. 25 جرام سكر و15 دهون. طيب. وش بعد هذا الجالكسي خرناه؟ هذا شرحنا. هذا الجالكسي الصغير فيه 15 جرام سكر و10 دهون. العبوة هذه الوحدة تساوي 5 جرام. هذا التويكس. ايوه. عندك تقريبا 25 جرام سكر و15 دهون. يا ستي. باقي يا ابوي. عندك هنا البيبسي. البيبسي ايوه. البيبسي يقول لك كاتبين 11 جرام بس. هو بخط صغير كاتبين 100 ملي عشان يسوقونها بس. واللي هي عندك العبوة 355. اللي هي تساوي تقريبا في 40 جرام سكر. يا ستي. والعصير الربيع هذا ايوه كاتبين 15 جرام الكل 100 ملي. هو عندك 330 يعني تقريبا فيه 55 جرام سكر اكثر من البيبسي. لا ايوه. عطنا هذا اللي دائما نستعمله. هذا عصير ربيع البرتقال. ايوه. عندك فيه تقريبا 10 20 فيه 30 جرام سكر. هذا عصير المراعي عندك فيه 20 فيه تقريبا 30 جرام سكر.